الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاورما حين لأن المعلومات اللي عندي طايحة هذين نصدقهم مصدقين أن القروض بتطيح؟ اي نعم تبطيح القروض تبطيح وحظك يبطيح هذا ابو رمية الله يطول لنا بعمره على الف رجال النشني لقال فعل الله يعطي ابو رمية على قد نيته ويطول لنا بعمره قلامي بس قلامي ايوه خالي وين قاعدين فرض السالفة ولا فلوسنا لاقينها بالشارع يعني شو الحكم اللي تقطر من حلجك فيروزو عيني عليك باردة اكيد مو نبيل محلمك تقول هالحكي يا جماعي لا تلومون بمشعل كفو يا ابو نبيل كفو الله يعافي الازمة الاقتصادية اللي خلتكم انتم يا تجار تحسون بمعاناتنا حنا هالمساكين مساكين يا مال الزجاجين قول امين وزجاجين السويسرية بعد انا مو حارني الا هالمقاريد كل ما طلع لهم واحد قص عليهم كلمتين صدقوا انتوا ما سمعتوا خالي افلاطون شو يقول من قبل 2400 سنة كان يحذر من الغوغائية لو افلاطون يدري انك بتقرا كتابه يا فيروزو كان هون وما صار فيلسوف يا خوالي الكويت محتاج احد قدوه قدوه مثل منو يعني زين وليد الطبائي ينفع قدوه يا معود هذا سيد يشور فينا بعدين زين عباس الشعبي ايش رايكم فيه لا يبي باكر تصير ازمه عقل بالديره والله يا خوالي نبي قدوه مثل مانديلا جفارة واوباما يعني تبي شخصيه اصلاحيه اي والله نبي شخصية إصلاحية ترانا هملينا من الانبطاحيين وشنو مواصفات هذه الشخصية يا فيروزو؟ هالشخصية مواصفاته بسيطة وسهلة أهم شيء إن كل الكويتيين يحبونه وما عنده أجندة خاصة وبعد هالشخصية لازم يكون ويها سامح وضحكتها تارسة ويها ويا يما حبيته يا يما حبيته يا لولا الله يلعن الله أبو اللي ما يحبك يحب أمك وياك والله إني حبيتك بعد هالي أنت مواهف لايكس أي بمعنى قبلة طائرة يا بعدي والله يا رباه ما هذا الجمال يا خالة استنوا عالوا بشار الشر منى أمرشة أول ما وصلت بنت الحلال راحت مع الجماعة عشان تبدي عمليات الإصلاح وتحل مشاكل الديرة شفتي وشلون الشعب يحبك يا بنت مرشة وأنا أحبهم بعد بس ليش سوري ترس الشارع هذه الخطة سويناها مع وزارة الداخلية يا خالتي يا مرشة وزارة الداخلية؟ إيه نسبة الحوادث كمالها وتزيد بالكويت قلنا لهم يبي اخذوا كاميراتكم ونقعوها وشربوا مايها والله عندنا حل أسهل وأسرع شلون؟ شوفي السيارات كلها قاعد تمشي حسب السرعة القانونية عشان تلحق تشوف صورك في دعيتك أول مرة يمر يوم على الكويت ما في حوادث هذا كله من بركاتك يا بنت مرشة الله يجزاك خير اي والله خالتي ما قصرتي حاضرين ولو بس الحين وين رايحين إن شاء الله؟ الحين بنسوي إصلاحات على قطاع التعليم هلا هلا فيهم عادي يا مني ترى يستاهلون الفشلات أفشل ناس بالعالم بتشوفونهم على التلفزيون استنوا عالوا بشار الشاورما